طبعا مفيش شك، احنا طبعا في موقف صعب جدا، وطبعا معانا برضو لعيبه صغيره لسه داخله موضوع افريقيا، لسه ما عندهاش احتكاك كبير قوي في البطولات الافريقيه او المواقف الصعبه اللي بتحصل لنا في افريقيا. احنا مش عايز اقول يعني ان الظروف دي مرينا بيها 2013، والحمد لله قدرنا نكسب وناخد اول مجموعه وخدنا البطوله مع كان كابتن محمد يوسف. الموضوع ان شاء الله يعني احنا مركزين وجايين معسكر كويس ومعسكر مغلق، كل الناس عايزه تعمل حاجه، ان هي الفتره مش سهله، فتره صعبه. نتمنى التوفيق من ربنا، ونتمنى ان ما يكونش في اصابات، ونكون كاملين العدد في المباراتين اللي جايين. والله احنا شايفين طبعا معسكر مهم جدا، ان ما فيش وقت احنا هنخلص المعسكر، في ماتشين جديين هنا هيتلعبوا، وهننزل على القاهره، مش هيبقى في وقت عن الماتش الرسمي. كل الناس مركزه، وبنشتغل فترتين علشان يبقى في حفظ لطريقه اللعب وللتكتيك بتاع الراجل. الناس كلها مبسوطه، والراجل مبسوط من اللعيبه، ان اللعيبه بتأدي التدريب على مستوى عالي. زي ما قلت لك، نتمنى بس التوفيق وما يكونش فيه اصابات، ونكون كاملين عدد في الماتشين اللي جايين ان شاء الله. هو كل يوم احنا بنشتغل فترتين، كل يوم او كل تدريبه في اليوم يبقى فيه استجابه كبيره جدا مننا ليه، وببقى مبسوط جدا ان اللعيبه ابتدت يعني تستجيب للتدريبات وللتكتيك. دي حاجه كويسه، ان هو طبعا كابتن محمد واداره النادي موفرين كل حاجه للعيبه في المعسكر، مفيش حاجه ناقصانه. احنا ما عندناش غير ان احنا نركز مع الراجل ونحاول نستفيد في الفتره دي علشان نقدر ان شاء الله نحقق المطلوب مننا، ان زي ما قلت لك احنا في موقف صعب يعني. اكيد طبعا النادي الاهلي ده منظومه كبيره، واي حتى او اي فرد في مصر يتمنى يكون منتمي للمنظومه دي. وانا يعني الحمد لله بشكر ربنا على الفتره اللي انا موجود فيها، وبشكر ربنا اللي حقق لي حلمي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. ودي حاجه مش ان انا مثلا بوقع على بياض ولا لا، انا مصر كلها عارفه انا عانيت كتير عشان اجي النادي. ما ينفعش ان بعد ما اجي اتشرط على النادي، او ان انا لا طبعا الموضوع ما يبقاش كده خالص. وزي ما قلت لك، ان اي واحد يتمنى يكون موجود، وشرف كبير لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش عايز اقول وطن داخل وطن يعني، او بحس ان انا فعلا مش كلام يعني. النادي الاهلي الواحد يحس ان ده وطنه، او بالنسبه لي انا كوليد سليمان حاجه كبيره جدا. انا من عيله اهلاويه ومتربي ان انا بشجع النادي الاهلي، وقبل ما اكون ان انا لعيب او جيت النادي الاهلي كنت مشجع يعني النادي الاهلي. الحمد لله انا حققت تقريبا كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي، بس طبعا نفسي احقق بطوله كاس العالم للانديه. بس في البداية طبعا ما ينفعش أبص الرقم 2 قبل 1، نفسي طبعا نكسب بطولة أفريقيا ونشارك بطولة كأس العالم.